أنا عندي سؤال. البارح في عملية إخراج خطاب رئيس الجمهورية أنا لم أراه الشعب، سمعت أصواتا ولكن حتى على عملية الإخراج نكوب على مسألة على الحاضرين لم نرى الحاضرين في القاعة، لم نرى من هم، كم عددهم، وأنه يكون ثم مواطنين توانسة يدعموا في رئيس الجمهورية ويدعموا في قراراته وربما حتى يدفعوه إلى مزيد القرارات. شنو تقصد بهذا؟ نجم تكون الأصوات مفبركة، المشهد ممسرح؟ جوهر بن مبارك، أنا لم أرى شيئا، سمعنا أصواتا فعلا سمعنا أصوات، ولكن رأينا وسمعنا أيضا أصوات أخرى تقول ربما غير واضحة ولكن فيها كلمة ديجاج وتم قطع البث. هذا ما رأينا. طيب نختم معك في أقل من دقيقة. جوهر بن مبارك، منصف مرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق دعا الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية الحالي إلى الاستقالة، هل ترى وأن استقالة الرئيس مطلب عقلاني اليوم تنجم تكون جزء من الحل؟ اليوم برشا سيناريوهات مطروحة بما في ذلك قضية مانيش عارف أنا برشا كلام وسيناريوهات ما نحبش ندخل في تفاصيلها لأنها تبدو خطيرة. جوهر بن مبارك، لا أقول ماذا أقول لرئيس الجمهورية، ماذا يجب عليه أن يفعل. أنا ليست مهمتي الآن أن أقدم له حلا المشكل، لأنه رئيس الجمهورية ليس طالبا لحل. دعوة المرزوقي لاستقالة قيس سعيد تتبناها؟ تراها حل؟ تراها ضرورية؟ لا، رئيس الجمهورية سوى شيء واحد هو العودة إلى دولة القانون ومنطق دولة القانون ودولة الشرعية الدستورية. هذا ما أطلبه من رئيس الجمهورية، ولست من أنصار الذهاب بعيدا في هذا الاتجاه. نحن في مسار ديمقراطي لا نطالب رئيس الجمهورية إلا بالعودة إلى المسار الديمقراطي وإلى مسار دولة القانون. لماذا أقول هذا؟ لأن دولة القانون وشرعية دستورية هي الحصن الحصين الوحيد لرئيس الجمهورية، هو حامي مؤسسات الدولة بما فيهم مؤسسة رئاسة الجمهورية. لو قام رئيس الجمهورية بتجاوز أكبر من الذي يقوم به على الدستور وعلى دولة القانون فإنه هو الذي سيجد نفسه في العراء. لو كان فما برلمان شرعي جاء موجود ومحكمة دستورية، تتوقع كان يتم سحب الثقة منه على اعتبار أنه قد يكون قام بخرق جسيم للدستور؟ جوهر بن مبارك، لا أعتقد أن المسألة في هذا الإطار، يعني مثلاً حتى الطرف السياسي اليوم في تونس يطرح هذه المسألة بهذه الطريقة. الخوف، كل الخوف هو أن رئيس الجمهورية يذهب بنفسه إلى المحظور ويهدم بيديه القلعة التي تحميه وهي قلعة الدستور وقلعة الشرعية ودولة القانون، فيجد نفسه في مهب الرياح منفردا، لأن الماكينة التي تشتغل الآن على رئيس الجمهورية ماكينة لا يملكها رئيس الجمهورية، هي معادية له في الأصل، هي بالأساس ناس يدعموا اليوم في رئيس الجمهورية، هم ناس جاءوا ضد رئيس الجمهورية في الانتخابات، هم ناس كانوا معادين لرئيس الجمهورية، قالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها.